هل الساحر إذا تاب يقبل الله توبته؟ الله لا نتدخل في قبول الله لتوبته، لا نعلم هذا، ولكن لا يسقط عنه الحد وهو القتل، يقتل على كل حال إذا ثبت عليه السحر بإقرارها وبشهود قام عليه الحد، وإذا تاب فهذا بينه وبين الله. نعم نطبق عليه الحد، إذا تاب هذا بينه وبين الله، ما نحول بينه وبين الله. نعم.